السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في خبر جديد خاص بمملكة الجزائر والكاميرون. بس قبل ما نبدأ ما تنسى تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنساش تحط لايك للفيديو علشان نعرف مين بيحب أبطالنا الجزائر. ويلا بينا نبدأ الفيديو. نشر ياسين بن لمنور على صفحته الشخصية وقال: أعرف صحفيا مغتربا صديق عزيز قام بعمل جبار في الخفاء من أجل ملف المنتخب، ولا يزال يرفض أن يشار لاسمه أو يكتب حرفا أو ولا والغريب أني أتحدث معه يوميا، وألفح لتلك النقطة التي ساعد فيها الاتحاد الجزائري والمنتخب، بينما هو يتجاوز الأمر معتقدا أني لا ألم بما قام به. صديقي مصنف مع جالية كاميرونية ومتهم بالخيانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.